الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فإن الإنسان هو الذي يشكل حياته باللون الذي يريده. إنه يستطيع أن يجعل حياته ذات لون بهيج أو ذات طعم بائس. الإنسان بأفكاره وبفكره يستطيع أن يجعل من حياته حياة سعيدة أو حياة شقية. الله تبارك وتعالى تحدث عن الأعراب وموقفهم تجاه الزكاة، فقال: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما. وقال عن قوم آخرين: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. إنها زكاة واحدة، فعل واحد، لكن النظرة والفكرة تختلف. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعوده في حمى أصابته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: طهور، لا بأس، طهور. إنه يذكره أن هذه الحمى وإن كانت تؤلمه لكنها قد تكون سببا في طهارته من الذنوب. يذكره بالأمر الإيجابي في المصاب الذي أصابه. ولكن الأعرابي قال: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير فتورده القبور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هي إذن، يعني هي كما تراها. فلما رأى حياته شقية أشقاه الله. والله تعالى يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فاعلم أيها المشاهد الكريم أن حياتك من صنع أفكارك، وأنك أنت الذي تشكل حياتك باللون الذي تريده وبالأفكار التي تفكر بها. فلا تفكر إلا في الأمل والعمل، واملأ حياتك كلها أملا وعملا. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.